وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. نعم، هذا إلى يومنا هذا، والله الشيخ فلان إذا تكلم ما يسكت، يذكر أدلة يذكر أمثلة يذكر، سبحان الله، إلى يومنا هذا اختروا بهؤلاء الذين يخدعون الناس باللسان. ونفسه قال إن من البيان سحرا، يعني بكلامه يسحر الناس. بل كان يا أخوة قيل يعني أظن معبد الجهني قالوا كان إذا تكلم سحر الناس بكلامه، وهو من رؤوس أهل البدع. فأحيانا الإنسان يؤتى اللسان لكن يسلط لسانه على الباطل فينخدع بهم، ينخدع من الناس. وهذا واقع اليوم هذا في كثير من الدعاة، ممن انخدع بهم الناس، فلان حافظ، فلان محدث، فلان مش عارف كيف، فلان ابن تيمية الصغير، ويلقبونهم بألقاب ويلمعونهم للناس ويظهرون في الإذاعات ويظهرون في قنوات التلفاز مش عارف كيف. حتى قال يعني أحدهم وهو أظن هو يوسف القرضاوي، قال الإخوان المسلمون إذا أرادوا يعني تلميع الشخص قال نشرونه في كل مكان، في القنوات، في الإذاعات، في رسائل الجوالات، حتى يقول هذا الشخص في الفتوى ظهر على قناة الرسالة، على قناة المجد، على قناة كذا، على قناة كذا. فالناس يتأثرون، يقول هذا عالم، القنوات كلها تأتيله، هم تلميع، هناك علماء، علماء لا لهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما أتوا بهم لماذا؟ ليسوا على منهجهم. قال فلان محدث واسمع كلامه في الحديث وكذا وكذا، والإذاعة يستضيفون إذاعة القرآن، يستضيفون إذاعة مش كارف كيف، يستضيفون القنوات الخارجية، يستضيفون القنوات الداخلية، يستضيفونه. والسبب أصحابه في هذه القنوات أرادوا إيش؟ تلميع، كما قال القرضاوي، إذا أرادوا قال ظهر شخص برزوه، لكن إذا أرادوا اسقاط شخص قاطعوه، لا اذاعه ولا 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 غيره، لا ما يصلح، ما يصلح، لا علم عنده، ما يقولوا متشدد، متشدد لا علم عنده مش عارف كيف، حتى يعني يسقطون من عيون الناس. وهذا اخوه منذ القدم اهل الزيغ والضلال يقللون من شان العلماء ويلمعون السفهاء والجهال. الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سفهاء الاحلام حدثاء الاسنان، لأنهم أعمارهم صغيرة. نعم. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. يعني العبر ليس بكثرة الكلام. انظر يا أخوة، انظروا على سبيل المثال مسائل أبي داود الإمام أحمد، يسأل عن مسألة يقول لا أرى ذلك، بس خلاص لا يعجبني هذا، لا بأس به. قال لا، الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كلمات يسيرة، لا أرى ذلك، لا يعجبني هذا، كلمات يسيرة جدا. هو إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك في الموطأ، نحن في الدرس الشهري، كلمات يسيرة فقط كلام رحمه الله. فالعبر ليس بكثرة الكلام، ليس بكثرة الكلام ولا بسعة الحفظ ولا بضرب الأمثلة، العبرة بسلامة العقيدة، سلامة المنهج، هذا هو العبرة به. الخوارج كانوا قراء للقرآن، قراء. لما قدم عليهم ابن عباس كما رواه الأجري في الشريعة كان أصواتهم كانها أجز النحل، منهم القائم ومنهم التالي للقرآن. لما قيل ابن عباس الخوارج أهل عبادة، قال ليسوا أشد عبادة من الرهبان، رواه البخاري معلقا. يعني حتى الرهبان أهل عبادة، في كنيسته يتعبد الله، قال ليسوا أشد عبادة من الرهبان. ذاك ضال وهذا ضال، أراد هذا يبين أنهم كلهم ضلال. شوف، حافظ أهل القرآن لكن
ظلال يقرؤون القرآن لا يبالغ ولا يتعدى تراغيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرؤون القرآن أهل علم لكن لا فائدة بهذا العلم الذي عندهم، لأنه ليس مبني على الحق، ليس مبني على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مبني على تكفير المسلمين واستحلال دماء المسلمين والخروج على ولاة أمور المسلمين، ثلاث أصول من أصول الخوارج إلى يومنا هذا.